أعزائي طلبة الصف السادس ابتداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أهم الأسئلة المرشحة لهذه السنة، إنجليزي سادس ابتدائي. عندنا هاي القطعة مال أحمد النادل أو تشيف. ذن الأسئلة المرشحات لهاي السنة بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأخرى. طبعا عندنا هذا السؤال: المواد ومنين مصنوعة؟ ايضا يجي على شكل فراغات، ايضا حاولوا تقرونها. واذن التعاريف ايضا جدا مهمة، يعني شو وقت نستعمل is وشو وقت نستعمل are. واذن المواد شلون نرتبهن، المادة او اللون او الحجم من يجي بالبداية، مثل هنا metal key glass table rubber gloves، يعني ذني. وايضا ذن المعاكسات لازم يجيب من عتن. يجي اكثر شي السؤال قبل الاخير بالبي، فراغات ومعاكسات وجمع واضافة وما ادري شنو ذن بالاخير. ذني ما اجن بالتمهيدي، فاحتمال هاي السنة راح يجيبون منهن. ايضا ذني يجيبون ايضا منهم كفراغات او صح وخطأ. وايضا but to and يجيبون جملة واحدة، واضافة الاي ان جي بالمضارع المستمر والمضارع البسيط ايضا هم يجيبون كل واحدة جملة. والامراض ما جابوها بالتمهيدي، احتمال هاي السنة يجيبون من عتن. واجزاء الجسم ايضا، شوف هنا مثل هاي يجيب توصيلات go to bed warm wear warm clothes drink something hot، يعني ذن اقصد ذني مرشحات 90% يجن، فحاولوا تحفظونهن. go تجي ويا to bed وتجي ويا to doctor، و drink تجي ويا something hot، والتيك تجي ويا التابلت وتجي ويا فذن لازم نحفظهن. هاي الاصوات ما اجت نهائيا، فما اعتقد هي داخلة بالمنهج. هنا كلمات مفقودة، احتمال ذن يجن. هنا اعزائي الطلبة يجن ذني بوت وجوخ وشد وشدنت، ايضا لازم ننتبه لهن. وهاي مالت الضمائر الانعكاسية، هاي اول مرة تجي فجابوهن بالتمهيدي، احتمال هاي المرة هم يجيبون من عندهن. وعدنا ايضا ذلنا مال الانترنت، يجيبونهن ايضا على شكل توصيلات او فراغات، يعني مثل هاي ايضا مرشحة ان تجي بالامتحان الوزاري. والقطعة ايضا مال عيد الام ايضا من المرشحات للوزارة ايضا. والكواكب السيارة ما اجت بالتمهيدي، يعني جا فتشي قليل منه، احتمال هالمرة يجيبون فتشي اكثر، احتمال ذن يجيبونهن صح وخطأ. وهاي ايضا من المرشحات ولو بالتمهيد إجابة ومنعتهن، بس ايضا احتمال تجي توصيلات او فراغات. ذن ايضا نفس الحالة تجي فراغات، بس ذن جابوهن بالتمهيدي فجيتهن بعد ضعيفة. هنا استخرج الغريب ايضا هذا من المرشحات الوزاري. هذا كل ما لدينا اعزائي الطلبة، و ندعو للجميع بالتوفيق والنجاح.